السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو دوت بوري حضراتكم كوكتيل وهو بياكل الخبز وهو مبلول. طبعا هنا الخبز عشان خاطر اقدمه للعصافير لازم يكون بايت، يعني ما ينفعش ان انا اقدم له خبز يكون طازة لسه جايبه من ساعة ساعتين كده ولا في نفس اليوم وبله، لا لازم يكون عيش بايت. وبعد ما ببل العيش لمدة مثلا بنقعه يعني كده لمدة ساعة، أبدأ إن أنا أصفيه من المية خالص وأقدمه لهم بياكلوه طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبالذات لو هم عندهم زغاليل، يعني بالذات لو هم عندهم زغاليل بيبقى عايز ياكل أي حاجة عشان خاطر يرضع زغاليله ويرضع عياله ويعوض العناصر الغذائية اللي بتفقدها من جسمه. فتبص تلاقي هو بيقبل على أي أكل أنت بتحطه له، وفي نفس الوقت انت كده بتعوده، يعني حتى بعد كده بعد ما بيخلص موضوع الفطام العصافير وتيجي تقدم له بعد كده العيش المبلول بياكله عادي خالص. وكده طبعا بيخف من عندك موضوع الحمل على الحبوب، وكلنا طبعا عارفين ان الحبوب دلوقتي بقت غالية قوي. الفلارس وصلت يعني داخلة على 25 جنيه، يعني الكيلو الفلارس الواحد داخل على 25 جنيه، والبريكوب ب 12 جنيه. فطبعا دلوقتي بقى الحبوب بقت غالية قوي. في نفس الوقت طبعا الحبوب لوحدها ما بتكفيش ان العصفور ياكلها ويغذي الزغاليل، فلازم هنا انك انت بتمده شوية بعيش مبلول، ممكن بطاطا، ممكن جزر، ممكن بيض مسلوق والجرجير طبعا وبرسيم، كل العناصر الغذائية دي بتكون مهمة جدا جدا ليه، وخاصة البيض المسلوق. البيض في الفترة دي العيش يكون في الفترة ديت مهم جدا ليه برضه وللزغاليل. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم أحمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.